اقول لكم على حقيقه احمد فتحي ورمضان صبحي. ايه اللي بيحصل؟ في ناس بتتكلم ان في رجال اعمال عايزين يرجعوا رمضان، عايزين يرجعوا احمد فتحي. هو الكلام كان على احمد فتحي، فجاه اتصدر للاعلام ان هو رمضان صبحي. الكلام ده غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره. لا احمد فتحي عايز يرجع النادي الاهلي، ولا رمضان صبحي عايز يرجع النادي الاهلي. انا بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي، ولا النادي الاهلي عايزهم خلاص. ما النادي الاهلي كان احمد فتحي موجود عنده، يعني النادي الاهلي احمد فتحي كان موجود عنده، كان لاعب عنده، لو كان عايزه كان خده، سابه يمشي. مين اللي هيتدخل لعوده احمد فتحي؟ مفيش. احمد فتحي مستقر مع بيراميدز، وانا اتكلمت مع احمد فتحي عشان انا ما بجيبش الكلام نقلا عنه، قلت لكم الكلام ده 100 مره. بالنسبة لرمضان صبحي، مستحيل رمضان صبحي يطلب العودة للنادي الأهلي، لأن برضو النادي الأهلي لو كان عايز رمضان كان زود المبلغ وحط فلوس كتير جدا وخد رمضان. لكن النادي الأهلي ما عملش كده، زي ما كان معايا هادي خشبة نجم مصر وقال لك عشان يحافظ على استقرار وقوام الفريق. فالكلام ده ليس له أساس من الصح. لا رمضان صبحي عايز يرجع الأهلي، لا احمد فتحي عايز يرجع الاهلي، والاهلي اصلا مش عايزهم اساسا. واحنا شفنا الاهلي لما عصام الحضري مشي ما رجعش، لما شفنا عبد الله السعيد بعد ما رجع ومضى ما كملش. فخلاص الاهلي عنده حاجات كده ثوابت ما حدش يتكلم فيها ولا حد يقول عليها حاجه، ثوابت في النادي الاهلي من ايام كابتن صالح سليم. النادي الاهلي مين مشي من النادي الاهلي؟ كابتن طارق ابو زيد ما كملش مع النادي الاهلي، كابتن علاء نجوم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن حامد عبد الجليل، كابتن ايمن شوقي، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، عصام الحضري، عبد الله السعيد، احمد فتحي. ومن غير رمضان صبحي الاهلي خد بطوله افريقيا. يعني لو الاهلي كان متمسك جدا برمضان صبحي بيقاتل على رمضان صبحي، ده ليه؟ عشان كاس افريقيا. طب انا من غيرك خدته، شكرا، خد يا الامر. يبقى انا ارسيت مبادئي ومشيت النظام بتاعي والسيستم بتاعي وخدت بطوله افريقيا. ما انا عاوزك تاني ليه؟ يعني الكلام لا يعقل. تمام؟ معايا ركزوا معايا، استنى بقى نساوي عشان انا معايا حاجتين مهمين. استنى، بعض رجال الاعمال، بعض رجال او مجموعه من رجال الاعمال فتحت اتصال مع لاعب طرق نادي شهير في الدوري المصري، وما بقول نادي كبير يعني حد من القطبين الاهلي والزمالك. لعيب في الصفقات الاخيره ساب نادي كبير وراح لنادي كبير في مصر بفلوس كتيره جدا، فتحوا معاه الحديث وابدا موافقه ان هو يرجع تاني ناديه مع انه لسه رايح، وحصل حديث مع المدير الفني لهذا النادي او بعد النقاش كده، الراجل ما رفضش، الراجل ما رفضش، ولكن إدارة النادي هي اللي تحفظت ورفضت وقالت هيبقى صعب جدا على الجمهور. حطوا بقى التصور اللي انتوا عايزينه، اديني شرحت لكم اهو. تاني، ثلاثة من رجال الأعمال قعدوا مع بعض في قعدة بيحبوا نادي كبير، إيه رأيكم لو نرجع فلان الفلاني اللي راح نادي كذا نرجعه للنادي تاني؟ هينفعنا، هينفعنا في المرحلة الجاية اللي إحنا رايحينها. فراحوا كلموا، جسوا النبض مع المقربين من الإدارة الفنية للنادي. الراجل قال لا كويس. راحوا جسوا النبض مع إدارة النادي والسيد رئيس النادي، قال صعب، صعب بما يخص نظامنا وسيستمنا وصعب بما يخص الجمهور. والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.